البنية واسعة النطاق للكون، وكل نقطة تمثل مجرة، وحقيقة هذه حقيقة توزيع ثلاثي الأبعاد للمجرات. ونرى أن البنية واسعة النطاق للكون تشبه إلى حد ما الإسفنج إنجاز التعبير أو الرغوة، يعني كأن هناك فقاعات من المادة، فقاعات تحتوي على المادة، ويعني جدرانها يكون فيها المادة، وداخل هذه الفقاعات هناك فراغات، أو لا ندري ماذا يوجد، لكن لا توجد مادة مرصودة على الأقل. تمام، طبعا لا أتحدث هنا عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة، مش موضوعنا، لكن يكفي أن نعرف أن هذا هو توزيع المادة المرئية. تمام، من خلال الأمواج الراديوية وغيرها، وهنا تم استخدام الريد شيفت. الآن عناقيد المجرات، هذه صورة للحقل العميق لهابل، هابل ديب فيلد،